بالتأكيد المشروعات القومية العملاقة لها تأثير مباشر على التنمية المستدامة في مصر، عملة صعبة، قضاء على بطالة، نهضة شاملة في كل حاجة خاصة بالصناعة والزراعة كمان والآخر. ولكن عايز أدخل في موضوع مهم جدا، وهو إقامة مشروعات قومية عملاقة قوية في صعيد مصر، في جنوب مصر. بقية المحافظات كان لها النصيب الأكبر في فترة من فترات من المشروعات العملاقة، ولكن أن يصبح صعيد مصر جاذب للاستثمارات، إحنا في القاهرة واسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والآخر اللي نروح عشان نشتغل هناك، ده شيء أكتر من رائع. رئيس الجمهورية تفضل بافتتاح العديد والعديد في الأسبوع الماضي من المشروعات القوية والعملاقة، وقاصد أقول القوية لأنها فعلا مشروعات كبيرة جدا تدر على الدولة مزيد من العملة الصعبة والتصدير والاكتفاء المحلي والآخر. قول زي ما تقول، مش عايز أطول عشان أدي فرصة لضيفي اللي منورني بالاستوديو أن يتحدث الحقيقة، سيادة المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعية مستثمرين ورئيس جمعية مستثمري بالبيس. أهلا وسهلا بشمهندس، نورتني، وفي حالة من الشغف أن أنا أتكلم مع حضرتك عن مشروعات الحقيقة لسه بقول لحضرتك أنا مش عايز أقولها. ليه؟ عشان أدي فرصة لحضرتك حتى وإحنا بنقولها نشرحها للسادة المشاهدين، واللي وصلت في فترة من فترات في افتتاحها الأسبوع الماضي أنها نزلت أسعار حاجات كتير جدا فجأة لأنها أصبحت متاحة. بالزبط. والجميل في الموضوع إن إحنا مش بنحكي عن مشروعات إن شاء الله هتتم ونسمع بقى إن شاء الله إنها هتتعب، لا لا لا، إحنا بنتكلم على أرض الواقع، بنقول المشروعات قائمة وبدأت تشتغل بالفعل وتنتج وتكفي الناتج المحلي. تمام، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بنتكلم عن مشروعات عملاقة. بالزبط. النهاردة الدولة كلها كانت مقامة في عهد قديم على القطاع العام. القطاع العام ده كان قاطرة التنمية في مصر. تمام. ولو نعلم كلنا ان القطاع العام ده كان هو اساس، يعني الاتجاه العام للقطاع العام كان هو اساس التنمية في مصر، وكان تشغيل العمالة كلها. بالظبط. والايدي العاملة لما القطاع العام بدا يقع ويهبط في فترة ما، وبدا تخصيص وبدا خصخصة وبدا بيع وبدا النهاردة الدولة بتتجه في عهد في خطة الرئيس في التعسيسي للمشروعات العملاقة. يعني قطاع عام بشكل عملاق. يعني بيديك شركات قطاع الاعمال، قطاع الاعمال اللي هي ركائز البلد الحقيقة. بالظبط. دي الصناعات العملاقة دي اللي لما اتجه فيها ودخل بيها الصعيد اول حاجة النهاردة. الصعيد بالذات. بالظبط. الصعيد يعني بلدنا الحبيب اللي هو اهالينا كلهم حقيقي، اللي هم بنوا مصر وبنوا حقيقي المجتمعات حقيقي العمرانية في القاهرة وفي العاشر وفي العبور، هم دول اللي بنوا كل المجتمعات دي حقيقي. فبالتالي الهجرة الداخلية بتاعتهم، النسح اللي كان موجود كان نسح فظيع، لدرجة ان كانت كل الصعيد معتمد على المنتجات القاهرية. يعني مدينة العاشر شغلها كله على الصعيد في الصناعات الغذائية و و و و مدينة العبور كلها على الصعيد. النهاردة الصعيد لو فتح وزي ما الرئيس متجه كده انه يشغل ابنائه، هتلاقي منتج ارخص اجود، مفيش مسافات، مفيش طرق، مفيش سفر، مفيش تحميل على المنتج في السعر. لا، المصانع محتاجة أيدي عاملة، وده اللي بيحصل. بالظبط. أنا بكلم كمان على بني سويف بالذات يا باشمهندس، إيه مشروعات الجرانيت ومشروعات الرخام وإيه مشروعات الإسمنتو؟ إيه ده؟ لو جينا على الجرانيت بالذات والرخام، الرخام دي كانت مشكلة مصر. مشكلة مصر إن كل الصين وإيطاليا بتاخد منك كتل رخام وتاخدها تصنعها وترجع أنت تروح تقول أنا جايب رخام إيطالي. احييك على الامان. انا رايح جايب رخام صيني ملوش حل للقصر بتاعي في التجمع او في اي مكان، والرخام اصله مصري، هو اصله مصري بس ما تصنعش، انت طالع بيه كتل وبتصنعه هناك وتجيبه. زي بالظبط الجلود بتاعتنا لما كانت بتروح ايطاليا وتيجي الجزمه الايطالي، انت تلبس جزمه ايطالي ما تلبسش جزمه مصري، مع ان والقطن نفس الكلام والكلام ده كله. فدي اتجاهات الدوله الحاليه، ودي بنشكر فيها الدوله على ان النهارده في صناعه محليه. انا النهارده بصنع رخام، عندي جبال رخام، عندي الرخام كله موجود في مصر، انا بقى اللي هصدره. دوله مصنعه مصدره. ازاي؟ انا عندي كتله الرخام، شفت حضرتك كلنا شفنا في التلفزيون في المصنع جاب الكتله الكبيره بيدخلها على منشار. المنشار بيقطعها الواح، الالواح بتقطعها بلاطات، بتغلفها وتبيعها. احنا كنا بنجيب المغلف، طب احنا يعني احنا بنبيعه بنوديه كتله ببلاش. ما اسعارها كانت زهيده. تمام. ما تصدق انت اي حد يشيل منك من شقه تعملها من اي حته اي رخام. النهارده بديهولك هو ده مش نصيعه اصلا،
بالظبط. ده مش تصنيع. بالظبط. اللي بيحصل دلوقتي ده تصنيع. تصنيع. تمام. انت بتطلع كتل وتبيعها، لكن دلوقتي بتصنع لاخر اخر حته، بتعمل البلاطه المغلفه اللي تستفيد بيها في فيلتك او في مصنع او في اي مكان. ده حقيقي. وده المنتج التام. والمنتج التام لو تم في مصر في كل المشروعات، يعني مش في الرخام بس، في الاسمنت. الاسمنت والجرانيت. الاسمنت ما هو الرخام والجرانيت هو يعني ما هو شق من الرخام. شق من الرخام. في رخام كانواع وفي جرانيت انواع. ولكن بنتكلم على الاسمنت النهارده، لما جينا في اخر ايام معينه كل شركات الاسمنت اتباعت، الاسمنت طلع بطريقه رهيبه. بقينا بنشتري اسمنت من عندنا، يقول لك لا ده ابيع لك ليه؟ وطبعا انا بصدره. السوق المحلي متاثر، فكره الاستثمارات العقاريه متاثره. بالزبط. برفع الاسعار. بالظبط يا فندم. فبالتالي النهارده زاد مصانع الاسمنت من الجيش في العريش في بني سويف. النهارده الاسمنت توصل الاسمنت توصل 1300 جنيه في فتره باه، لما كانوا محتكر من شركات اجنبيه كلها اللي هم اشتروه كتير برضه، اللي هم اشتروه في الفتره الاخيره. النهارده لما يجي الجيش يعمل نفس المصانع دي ويحارب الاستغلال ده، خلاص انت بيع، انت بتصدر بره، انا عارفك، ما انت مستثمر واشتريت مصنعي ببلاش زمان في فتره ما، وبكل تصديرك بره. لا انا النهارده هعمل بقى المصنع اللي يزيد جوه، اللي يصدر جوه ما يصدرش بره، العريش وبني سويف. السعر نزل يا باشمهندس في نفس اليوم ل 900. بالظبط يا فندم. بالظبط. وبيقولوا كمان ان احتمال ينزل عن 900. وهينزل اكتر، هينزل اكتر ان شاء الله. وده المتوقع من شركات الاسمنت لما ينطرح في السوق اكتر بني سويف تطلع كميات المطلوبه. الله بشرنا يا باشمهندس كده، بشرنا. الحمد لله يعني، الحمد لله. كان في تصريح للسيد رئيس الجمهوريه الحقيقه جميل، باقامه مدينه كامله في منطقه الجلاله لصناعه الجرانيت والرخام. انا قلت مصنع مش عارف الجلاله. الجلاله دي اللي هي ايه؟ اسماء اسم نوعيه. اسم نوعيه رخام. ومن درجاته الكويسه جدا يعني. الجلاله ده انت بتعمله في درج السلم اللي هو البيج. البيج اللي هو في كل هو نوع فخم شويه. نوع فخم. في منه، في منه اربع انواع، في فخم وفي اقل وفي اقل وفي مستويات حسب الجبل ما بيطلع. بيطلع جلاله فص، جلاله كذا، جلاله كذا، كل حاجه لها شكله. بس مدينه صناعيه دي زي مدينه الجلوت. الصرح اللي احنا ما كناش نتوقعه، مين كان يتوقع ان النهارده سور مجرى العيون هيتنقل في الروبيكي؟ هيتنقل ويعمل يوم ما اتنقل سوق العبور كانت الدنيا كلها متعجبه، وازاي ورود الفرج دلوقتي مركز. دلوقتي بقى العبور اللي عايزين توسع. ما بقاش قادر، ما بقاش قادر دلوقتي. فبالتالي ان شاء الله نتوسم في الدوله انها تعمل سوق اكتوبر، بحيث تاخد الشمال وتاخد والعبور تاخد الايه؟ الشرق، وتمشي الدنيا على كده. لكن بالنسبه لمصانع الرخام، مصانع الرخام دي يعني حاجه ان شاء الله في بتشغل عماله قد ايه؟ بتشغل مهندسين قد ايه؟ ده والله ده انا مبسوط حضرتك، اول ما اتكلمت على العماله. بتشغل عماله قد ايه؟ بتشغل مهندسين قد ايه؟ بتشغل فنيين قد ايه؟ كل ده النهارده كان قاعد ما بيشتغلش، او بيشتغل في ورش غير متخصصه. لكن دلوقتي ده شغل تخصصي، شغل انجاز، شغل يعني على مستوى عالي جدا من الـ الفينش. بيديك يعني كل تصدير دولار بيخش لها، عشان في مواصفات احنا كنا عملناها يا باشمهندس في وقت من فتره من فترات. انا سعيد ان حضرتك بتدقق قوي في اختيار الالفاظ دي. حضرتك قلت حتى الفينش. بالظبط. يعني صناعتنا الصناعه المصريه جيده جدا في فتره فترات، ولكن لا تهتم بالنهايات. ونفاجئ ان اللي مصدر بره، اللي بتصدر بره لمواصفات. طب ما احنا عايزينه في هو ده بقى ايه؟ مجمع الورش الصغيره، هو الرئيس حطه في مجمع كبير. قال انا مش هشتغل على اني صناعات مغذيه، عندك ورشه في مدينتك، ورشه هنا، ورشه هنا. فالولد بتاع الورشه او الصنايعي بتاع الورشه بيشتغل ويخلص ويركب على قد خبرته، على قد خبرته. لا، وعلى قد الفلوس، وعلى قد الدنيا ماشيه، وتدفع على اكتر اعمل لك احسن. لكن ده النهارده سيستم واحد ثابت، فينش صح للتصدير. لو انت عاوز منه في مصر خد، موجود، ما هيبقى كتير. يعني كمان مش بس الاهتمام بفكره الصناعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر، ده فكره كمان اللي هيقوم بالعمليه دي هيتدرب. بالظبط. ده هيتعلم مواصفات جديده جايز ما كانش بيشتغل بيها. بالظبط. لما يطلع بلده ثاني، او يطلع من المكان ده وعاوز يفتح مصنع صغير او ورشه صغيره او صناعات مغذيه للمصنع ده، هيقدر يبقى عنده خلفيه كويسه، عنده فينش كويس، عنده يعني عنده جواه بيشتغل بطريقه واحده. وفكره تصدير. وفكره في التصدير. بالظبط. جميل جدا. اتكلمت مع حضرتك قبل الفقره في انشاء شبكات طرق عملاقه في البدايات وربطها بعدد من المواني والاخر، والناس ما كانتش متخيله هو ده كله بيحصل ليه. دلوقتي احنا بنتكلم على اقامه مشروعات في صعيد مصر، في شمال مصر، في وجه بحري، اقول لحضرتك اكتر كمان، وفي سيناء. هتقولي في سيناء بنواجه الارهاب، ده جايز جزء من التنميه المهم جدا عشان تواجه بيه الارهاب. تم ربط هذه المشروعات العملاقه على مستوى محافظات مصر المختلفه. لو بصينا على الخريطه يا باشمهندس تبص تلاقي الموضوع ما تمش بشكل عشوائي، بشكل احترافي كامل، طرق مؤديه الى شيء.
يعني الطريق ده مش طريق عشوائي، لا ده طريق مؤدي الى شيء ربط. النهارده لما جه الاقليم يتعمل اللي هو بتاع القاهره الكبرى ربط قد ايه؟ ما برضه ما, ما ما يعني تقدر تحس كده انه مش ظبط دماغ الريس، راح عامل الاقليم الاوسط. الاقليم الاوسط ده فين؟ حاجه تحفه بقى. يعني انا النهارده جاي من العاشر، ركبت الشروق، بقيت في مصر السويس في 3 دقائق. يعني اللي هو الاقليم الاوسطي بيربطك من شبرا للتجمع للعاصمه الاداريه لدار شارع 90 للصعيد تاني. الاقليم الاوسطي ده حاجه مالوش يعني خيال، يعني حاجه كده تحفه. النهارده انا جاي اصل عشان الناس كتير ما تعرفش على فكره. انا نفسي ما عرفتش اعرف ان وادي اشتغل، انا اول مره اركبه النهارده. يعني اول مره النهارده بصيت لقيت في عربيات ماشيه فوق، قلت اشتغل. رحت طالع، وفر معايا بالظبط ربع ساعه. يمكن انا كان معادي اجي النهارده مثلا، جيت قبلها بربع ساعه. كنا بنتكلم في الاختناق المروري، انا جيت قبلها بربع ساعه فعلا بسبب طلعه زي دي، وفرت عليا كتير جدا. فبامانه انا كان مش عايز اقول لحضرتك إيه. ايه، ابني كان بيقول له شفت اللي بيحصل، ايه رايك يا بابا؟ يعني ناس مش يعني هو بيعمل كده فعلا؟ قلت له اه بيعمل كده حبيبي. ده لكم انتوا بقى، مش ده شفت حضرتك قلت ده لكم انتوا للاجيال اللي جايه. ده لمجرد ان احنا بنستخدم هذه الطرق في مواصلاتنا، احنا وفرنا 20 و30 و40 دقيقه. تخيل حضرتك بقى الربط التجاري الصناعي، بنزين أو زيت أو كل حاجه وديها، بس وقت. طب وتجاريا بالظبط كل حاجه. وبعدين فتح افاق جديده في الطرق. يعني النهارده شق طريق، يعني في مدن، يعني في سكن، يعني في 5% بتاع زمان دي خلاص انقرضت. ما عدناش نتكلم عنها في عهد ده، وفي اخر المده اللي ان شاء الله اللي موجوده دي هنتكلم عن 15% 20% مساحه مصر. احنا بقى لنا قد ايه نتكلم في 5% يا باشمهندس؟ عمرنا كله قبل عمرنا بالظبط، وقبل عمرنا يعني 5%. فان شاء الله تزيد، يعني ان شاء الله. فكره انشاء مثل هذه المشروعات العملاقه على المستوى الطويل، يعني المدى الطويل. يعني كنا زمان دائما نتحدث عن الخطه الخمسيه. اصبح في مش موروثنا الثقافي، اصبح الاجيال كلها بتبص لقدام. كنا دايما نقول الغرب بيبص لقدام واحنا بنبص تحت رجلينا، وبنعمل مشروعات على قد الخمس ست سنين الجايين. لا، ده في تطلعات جميله استثماريه صناعيه زراعيه صناعيه للاجيال اللي جايه على 50 60 سنه جايه. كويس، نيجي للصناعه وفكره الصناعه وفكره الاكتفاء المحلي لخفض الاسعار، وده بيفتح اسواق كتير جدا. وعلى فكره هفضل اتكلم عن موضوع التدريب المستمر اللي حطاه الدوله في ذهنها، وده بيسعدني. ولكن كمان انت بتصدر وبتنتج مصر نوعيات معينه من الصناعات المصريه اللي بنفتخر بيها. كنا بنقول صنع في مصر زمان، ولكن احنا هنقول بقى المره دي صنع في مصر بايدي مصريه وبتقنيات مختلفه. تمام مظبوط حضرتك. النهارده الصناعه صنع في مصر، خلاص قلناها من زمان. احنا بقى لنا 4 سنين بنقول صنع في مصر، واحنا بنفتخر بنقول صنع في مصر وافتخر. يعني كلمه افتخر دي يعني ايه؟ انا مبسوط ان انا بقول كده حقيقي. ليه؟ لان في صناعه فعلا ذات جوده حقيقي. احنا بس بنقول ايه، يعني الدوله متجهه هذه الايام للاقتصاد الموازي اللي هو بيعبط من الصناعه شويه، بتعدمه شويه. الرقابه الاداريه شغاله، ده شغال، لان الاقتصاد الموازي هو اللي بيقتل الاقتصاد الغير موازي اللي هو الواضح. انا مدينه صناعيه زي العاشر، انا مدينه صناعيه زي اكتوبر، في مدن متخللات كده بتعمل حاجات بتوقع المنتج بتاعنا. الدوله النهارده حاطه ايديها عليها كويس جدا، بتجري فيها كويس جدا، بتحاول تشوفها فين دي، بتحاول تشوف يعني ازاي تقدر تفك الرزمات بتاعتها، ازاي تقدر تحل الشفره بتاعتها وتخليه يبقى اقتصاد موازي، يبقى اقتصاد واضح في ضوء النهار باين. بتحاول تجيبهم، تعمل لهم سجلات، تعمل لهم اوراق، تعمل لهم اجراءات، لان لازم الصناعه كلها تبقى واضحه عشان التنافسيه. يعني عشان التنافسيه تبقى واحده. ما يبقاش في واحد بينافس من تحت السلم وواحد بينافس فوق السلم، فعمر اللي فوق السلم ما هيجي مع ده حقيقي. ما ده حقيقي. هيتعب. فكر القياده السياسيه في الاهتمام ب شركات قطاع الاعمال. والله انا يعني انا لما قربت من الموضوع ده لقيت اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بفكره الشركات العملاقه المصريه في قطاع الاعمال المصري اللي كنا بنفتخر بيها، في ان احنا نستعد ونمتلكها ونطورها ونشغلها ومن خلالها تصدر. تمام يا فندم. شوف نستعدها، يعني كانت موجوده وهنطورها. بالظبط. لا احنا مش بنطورها بقى دلوقتي، احنا بنعمل صناعات اكبر منها. يعني ما كانش في حاجه اسمها صناعه رخام، ما كانش في حاجه اسمها يعني صناعه الاسمنت اللي كانت طوره وحلوان وقطاع عام، دي كانت 2 بس واتباعوا، ما عادوش تبع الدوله، اتخصخصوا وبقى تبع شركات. وطبعا في احتكار. احتكار. فبالتالي رجع تاني يعمل المنظومه صح.
رجع يعمل المنظومه صح. تطور اساسا الشركات القطاع العام دي لو تعلم انها بتشغل صناعات مغذيه تحتها قد ايه. ما هو النهارده مصنع الرخام ده ما بيشتغلش لوحده، بيحتاج صفحه المنشار، بيحتاج السير، بيحتاج الميه، بيحتاج الترمبات، بيحتاج الجوانات، بيحتاج مليون قطعة غيار. يعني معنى كده أنا فاهم، بس عايز أوصل للسادة المشاهدين، يعني الباشمهندس عايز يقول إن جميع الصناعات العملاقة بالزبط. صناعاتها المغذية أساساً دي أيدي عاملة، هي دي البلد. لو أنت مش عندك صناعة عملاقة يبقى مش عندك صناعات مغذية، مش عندك صناعات صغيرة يبقى أنت مفيش بلد. الصناعات الصغيرة هي عماد المستقبل، هي كل حاجة في مصر. جميل يا باشمهندس، أنا مش عايز أقطعك حضرتك كل شوية، ولكن عشان أبدأ أتواصل مع حضرتك وألاحق الخير اللي حضرتك بتتكلم فيه. الحمد لله. الصناعات أو الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتينة الصغر، عندما قرأنا على النمور الأسيوية وقرأنا على الدول اللي حصل فيها طفرة اقتصادية، لقينا بهدوء كده أن الصناعات الصغيرة تسببت في نهضة اقتصادية مباشرة. بالضبط. ومع ذلك على قد نظرة البلد والقيادة السياسية في صناعة عملاقة، نلاقي اهتمام غريب جدا وحريص جدا على الصناعات الصغيرة. فالناس تتساءل، هو أنتوا بتهتموا بالضخمة والعملاقة ولا بالصغيرة ولا بالمتوسطة؟ تمام. دي دور ودي دور ودي دور، والثلاثة مكملين لبعض، بيخدموا على بعض زي ما بنقول في بالعربي كده. الصناعات الصغيرة تشغيل عمالة وأيدي عاملة بحتة. ليه؟ لأنها بتحتاج أكتر الحرفية الحرفية والعمال والفنيين والعمالة الكتير، لأن الصناعة الصغيرة بتقوم على إيه؟ أنا عندي مصنع مثلا على 1000 متر، عندي أربع ماكينات إنتاج معين، أي شيء مهما كان، ممكن المكنة بتطلع أوتوماتيك كل حاجة، بس بتيجي عند التعبئة والتغليف و و و بيحتاج عمال، فبالتالي بتدخل عمال بقى تاكل العيش وتاخد مرتبات وتفتح بيوت وتشتغل. فالعمال دي بتديك المنتج اللي انت هتوديه بعد كده لشركه تانية. يعني سي مثلا مصنع الكرتون بيعمل الكرتونه لمين؟ للرخام، عشان الرخام يغلفه ويحطه في الكرتون. مصنع الاسترتش بيعمل الاسترتش لمين؟ لبتاع الرخام. مصنع الشكاره، في ناس ما بتفكرش في الموضوع ده. لا طبعا، مصنع الشكاره بيعمل الشكاره لمين؟ لبتاع الاسمنت. ما بيعمل الورق والكرتون وبيعمل الرول عشان توديه، عشان يعني من اصغر حاجه بالظبط لاكبر حاجه. لاكبر حاجه، معنى الصناعات المغذيه دي شغاله على ايه؟ انا باخد وهو دي مصانع رخام، اورد دي مصانع أورد للشركات الكبيره، اخد من مصنعي اورد للشركات الكبيره. يعني مصانع شغاله ورش بالزبط. لتغذيه بالظبط، لان الكبير خلاص هو اتحط في سيستم ما يقدرش يعمل، يعني يبص او عاوز حاجات جاهزه زي بالظبط مثلا صناعه البوتاجاز او اي شركات اللي انت بتسمع عنها الكبيره دي بدون ذكر اسماء. يعني بتشتغل لوحدها؟ لا طبعا، بيشتغل تحت ويندوز 12 20 صناعه مغذيه. واحد بيعمل له الفونيا، واحد بيعمل له الوش، الله. واحد بيعمل له الصاجه، واحد بيرش له الحاجه، وهو بياخد عنده يجمع، بس بيجمع الاجود. يعني انت لو عنده مثلا ايه جوده، عنده فريق جوده في المصنع الكبير ده وعنده امكانيات وعنده معامل بيختار. بيختار بقى، فبيشغلك للاحسن، بيشغل الصناعات الصغيره والمتوسطه للاحسن. انت بتعمل صباغ. عجبني الكلمه اللي حضرتك قلتها دلوقتي يا باشمهندس، فكره معامل الجوده. بالظبط، دي موجوده في الصناعات الكبيره، فبالتالي لازم يكون في صناعات كبيره عشان الصناعات الصغيره تشتغل لها. طب انا عشان اشتغل لك لازم اعمل لك جوده معينه، هتقبلها؟ لا مش هقبلها. باجي الاول اشوف حاجة مصنعك. حاجه تسعد، حاجة تسعد الكلام اللي حضرتك بتقوله فكرة. أصل احنا لازم نشرحه، وأنا مبسوط إن حضرتك بتشرحه بالدقة دي. اللي بنوصله للناس اللي الشباب النهارده لو تفكر تشتغل في مشروع يقول لك لا أجيب منين؟ أجيب منين إيه؟ أنت ابدأ بحاجة إن شاء الله في محل تحت البيت عندك، ابدأ صنع. سيبك بقى من حكاية الكافيهات والكوفي شوبات والحاجات السريع التكاوي دي اللي مبهدلانا، ما بتستمرش وعين خلاص بتبقى يعني ده جنب ده جنب ده. والله الدول اللي تقدمت بالصناعات يا باشمهندس، وارجع اقول الصغيره برضه. طب سؤال بقى مهم جدا، يعني على ذكر كلام حضرتك، وكان لازم اسال حضرتك، وحضرتك رئيس جمعيه مستثمري بلبيس الشرقيه اسماعيليه بورسعيد، فكره الربط ما بين المناطق الصناعيه الكبيره في بحري في الشرق في الغرب والى اخره، يمكن ربط هذه المصانع وهذه المناطق الصناعيه العملاقه بخريطه او قاعده بيانات بالجنوب؟ يعني اصبح النهارده ما فيش حاجه اسمها كيانات خاصه بصعيد مصر وشمال مصر، لا لا. ولا يعني عايز اقول هذه الشبكه العملاقه من المشروعات والطرق والموانئ والى اخره، نقدر نقول لك كلها بتخدم بعضها؟ انا النهارده حضرتك ليا صديق في اسيوط، انا المصنع بتاعي ومنتجي كله بيوديه الصعيد، فصديقي فقلت له انا عاوز اجي اعمل عندك مصنع طالما العمليه عندكم توسعت قوي كده وحلوت. حضرتك بتتكلم على انك انت اللي عايز تروح الصعيد؟ ما انا بدل ما النهارده النقل بتاعي غالي جدا،
الطرق ضربتها ما بقتش سهله ماشي. الحاجات دي كلها، فبالتالي انا عاوز اروح المكان اللي انا ببيع فيه فهصنع فيه ارتاح. العماله بتاعتي اللي جايه عندي اصلا وبيت عندي في المصنع عاملها سكن من الصعيد، فطبعا اتمنى اروح لهم هناك لا ابيتهم ولا اعمل لهم سكن ولا اي حاجه خالص واشتغل. فانا قلت للصديق ده هاخد جزء من هنا يروح يصنع عندك هناك وحاجتنا من عندك كلها. في هناك كرتون، قال لي اه في كذا وفي كذا وفي كذا كل يعني احنا عندك. اصلا ما كنتش بقى بجامل على كده ولا كنت بقول كلام لا فلن يعني احنا اللي رايحين الصعيد، احنا اللي نازلين جنوب مصر باذن الله باذن الله باذن الله رايحين الصعيد كلنا وبنتمنى. والدوله النهارده بتعمل بتوفر اراضي ببلاش دلوقتي وبتوفر جميع المرافق في المناطق الصناعيه هناك. يعني النهارده منطقه صناعيه في السوهاج، الكوثر، في اسيوط، هنا كل المناطق الصناعيه دي بيتوفر فيها جميع المرافق، فموجود فيها كل حاجه. اللي قدامنا على الشاشه يا باشمهندس دي مصانع الاسمنت في بني سويف. شوف حضرتك يعني حتى استعراضها من خلال الشاشه ضخامه المشروع شكله عامل ازاي. ما هو طبعا وطبعا انا بيدور في خلدي كلمه حضرتك قلتها، بص على الصناعات المغذيه بقى اللي انت شايفه قدامك. ما هو اللي عامل الجمالون ده واللي عامل المضخه دي واللي عامل الستيل ستراكشر صناعات صغيره، الحاجات دي كلها صناعات صغيره ورش. يعني عندنا مصانع مثلا، انا سي مثلا بشتغل في الحاجات دي، العمود ده انا اللي عامله، ده عامله واحد تاني، ده عامله واحد تالت، كل التراسات دي، كل شغل الحاجات دي حد بيعملها، فبالتالي كلنا بنشتغل عشان نقوم الصناعه عشان نغذي مصنع. السير اللي ماشي عليه الاسمنت ده مين اللي بيعمله؟ شركه سيور متخصصه، البقر، المواتير، السحب، الفريم بتاع الجمالون اللي هو الدائري ده، ما برضه مش هو بتاع الاسمنت اللي عمله. صناعات كتيره دخلت في الموضوع ده، قومت هذا المنتج، قومت هذا الكيان. الكيان ده يعني يشغل زياده عن مثلا 500 حرفه و500 مصانع. تمام. والصانع ده عنده كم عامل والعامل عنده كم اسره، فكل ده اشتغل في هذا المكان. فمن فضل الله علينا ان المشروعات العملاقه والكبرى هي دي قاطره التنميه في مصر باذن الله. سامحني لو كنت بجهد حضرتك وقتنا على وشك انه يخلص، ولكن اتكلمنا على المشروعات العملاقه في الجنوب والشمال والشرق والغرب، اتكلمنا على ربط بشبكه طرق مدروسه بعنايه، اتكلمنا على منافذ وموانئ لعمليات التصدير. جه في ذهني قبل ما نخلص كمان، ودي من ضمن المنظومه الاحترافيه في الفكر، القضاء على يعني زي بيقول الروتين الخاص بفكرة المستثمرين، ازاي تقضي على مشاكل الجايين المستثمرين العرب حتى المصريين الاجانب وتعمل شباك واحد لفكرة الاستثمار وتاخد تراخيص ولا اخره. يعني كمان ده كان مربوط بفكر الانتاج عشان خاطر فورا اي مستثمر جاي ما يقولكش لا انا همشي رايح على كده ورايح على كده رايح دولة انت مطلوب مني 20 طلب، انت مطلوب مني 40 طلب، لا مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها، ده اللي انا عاملها هيكون انا وقتي خلص هنا. لا ده في ناس بتقعد بالسنتين وبالثلاثه. النهارده طبعا احنا عاصرنا السنه اللي فاتت دي كلها حاجات جميله جدا، قانون الاستثمار حقيقي، الشباك الواحد حقيقي، تدشين الرخص، الرخصه بقت بالاختار، التنميه الصناعيه بقت هي الشباك الواحد، هيئه العمل الاستثمار عملت شباك واحد في الهيئه نفسها جوه الهيئه، ده كله بيخدم بعض، كل ده عشان خدمه المستثمر الداخلي قبل الخارجي. يعني ما بتخدمش المستثمر اللي هو اللي جاي من بره بس، مش عشان هو بس، لا يعني عشان احنا كمان، عشان احنا كلنا دلوقتي بنتجين هناك. البطاقه النهارده اللي هي رخصه التشغيل بقت كارت زي بالظبط زي كارت الذكي، زي كارت الذكي خلاص، ما عادش قاعد فيها كل المعلومات عشان بتاعتك، عشان قاعده البيانات، عشان ربطها بقاعده البيانات. النهارده كنا مع الوزيره الدكتوره فايزه، الدكتوره هاله، قالت خلاص احنا وصلنا ل 75% من تدشين جميع الوزارات الكتروني، ما عادش عندنا ان شاء الله على اخر 6 اشهر كل اخر اجتماع معاها قالت كله هيبقى الكتروني. لا هي نقله، رابطه رابطه ما فيش بعدها يعني. فدي طبعا بتقول لك انا بعرف دلوقتي الوفيات والجوازات كل حاجه في وقتها، حتى جابت لنا الشاشه احنا عينيها عندها، شوف دي نزلت طلعت واحد نزلت واحد، يعني ده واحد اتولد واحد مات. انا فاهم يعني كنا زمان في جزر معزوله كل شيء كل وزاره شغاله لوحدها، النهارده ربط الوزارات كلها ببعض دلوقتي بالظبط ما شاء الله عليه. لا يعني وفي حرص كمان يا باشمهندس، حاجه غريبه انا مش يعني خليني اكون امين في التعبير، في حرص على ان الوزارات تخدم على بعضها، مش فرضت عليك انك لازم تتدخل عشان لا لا لا، ده في حرص ان انا اقوم بدوري عشان الوزاره الفلانيه تخلص بقيت انا. اللذيذ في كده بقى احنا كنا في اخر اجتماع من اسبوع مع الدكتور معيط، فكنا بنجتمع معاه بخصوص الضرائب العقاريه والمضافه، جت الدكتوره سحر وجت الدكتور عمرو، قال استاذنكم يا جماعه نقعد بقى كلنا، قلت له نقعد، فراح جايبهم وقعدوا معانا الثلاثه. احنا كنا عند ده قبل كده على ده، بس لما قعدنا احنا الثلاثه خلاص فكره ما احنا بنتكلم يعني. شوف الدكتور معيد وصلك لايه، قال لك انت عاوز مني حاجات انا بتاع الصناعه اللي بيعملها مش انا. فدخل الدكتور عمرو
نصار قعد معانا الدكتور نصار قعدت واتكلمنا، يمكن كان في الاهرام من اسبوع. ده حقيقي يعني باشمهندس، يعني الفكر نفسه اتغير، الفكر اتغير. معلش عشان وقتنا خلص، انا عايز احيي حضرتك واشكرك وعايز اقول انت حدثت بامانه، وكان لازم نتكلم بامانه عشان نقول للاجيال اللي جايه ونقول لشعبنا الحبيب يعني نظرة مبشرة والخير قادم، ولكن بشكل مدروس وبشكل علمي وبشكل احترافي. عايز اشكر حضرتك باشمهندس عبد الله الغزالي، عضو اتحاد مصر لجمعية المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري بالبيس، وعلى وعد بلقاء متجدد بننقل فيه كل الخير والرخاء لبلدنا الحبيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انفاصل سريع مشاهدينا، ولسه مكملين، ما تروحوش في اي حته.